افتتح في العاصمة المغربية الرباط معرض المغرب عبر العصور، وهو معرض يوثق الحقب التاريخية المختلفة التي شهدها المغرب عبر آلاف السنين. يضم المعرض الجديد 450 قطعة أثرية متاحة أمام الجمهور وعشاق الآثار حتى 30 من يناير كانون الثاني من العام المقبل. المغرب عبر العصور، حقب تاريخية في معرض في الرباط. 450 قطعة أثرية، ثقافة وحضارات. موضوع هذا المعرض هو تسلسل زمني يمتد أكثر من مليون عام من تاريخ التراب المغربي والجماعات البشرية التي استقرت وعرفت على هذه الأرض عبر جميع الحضارات والثقافات التي عرفها هذا البلد. بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا، فتح متحف التاريخ والحضارة أبوابه لاستقبال الزوار في معرض جديد. غالبية المعروضات قطع تم اكتشافها خلال بعثات التنقيب في بداية القرن الماضي. يمتد التسلسل الزمني لهذا المتحف من عصور ما قبل التاريخ إلى عصر الفينيقيين والقرطاجيين والممالك التي اندثرت، ثم الاحتلال الروماني للمغرب بعد فترة انتقالية دامت 3 قرون قبل الفتح الإسلامي. وهناك معرض كامل مختص بجوانب الحضارة الإسلامية. جمجمة تمثل أقدم بقايا عظام إنسان عاقل. اكتشف رفات الإنسان البدائي جنوبية جبل إيغود، ويعود ذلك إلى ما قبل 315,000 سنة. وبفضل فريق مغربي فرنسي أجرى هذه الحفريات منذ بداية القرن 21. بدأنا نصنف المغرب ضمن الأصول القديمة للبشرية بعد هذا الاكتشاف. آثار غارقة في القدم، لا يستطيع المغاربة العودة إلى الوراء، لكن يمكنهم مع هذا المعرض زيارة ماضيهم. ونرحب معنا من الرباط بنسيم حداد، وهو باحث في التراث المغربي. أهلا وسهلا بك نسيم معنا. إذن كل هذه القطع الأثرية جمعت في مكان واحد، هي شاهد على التاريخ عبر العصور. طبعا الأهمية كبيرة جدا على المستوى التاريخي والحضاري، لكن أيضا يبدو أن هذا المعرض يكشف النقاب عن قطع أثرية للمرة الأولى. على سبيل المثال، هناك جمجمة تعود لأول إنسان عاقل، تم اكتشافها عام 2017 وتعرض في هذا المعرض. فما أهمية كل هذه القطع مجموعة؟ شكرا على هذه الاستضافة. أكيد أن العرض هذه القطع الأثرية هو أكيد فرصة للمغاربة من أجل التعرف على تاريخهم، وانفتاح أيضا على الزائرين من أجل التعرف على تاريخ المغرب المتجدد. والحديث يكون أيضا على جمجمة أول إنسان عاقل. هذه الجمجمة التي تتحدث عن أقدم بقايا لفصيلة إنسان وجدت بجبل إيغود في مدينة اليوسفية وسط المغرب. هذه الجمجمة تبين تاريخ المغرب المتجدد، وأيضا بالنسبة للإنسانية يعني أنها عوضت التاريخ أول إنسان. إذ كان الحديث عن أول جمجمة وجدت تعود إلى ما يقارب 195,000 سنة، الآن نتحدث عن ما يقارب 350,000 سنة، وهذا يعني تطور يعني في البحث الأثري. أيضا كل ما يعرض في هذا المعرض
هو فرصة للتعرف على تاريخ الإنسانية والتاريخ في هذه المنطقة، في منطقة شمال إفريقيا. نعم، وبالتالي بناء على هذا، يعني ما هي المعلومات التي يمكن الوقوف عندها، أو أنه اعتمادا على طبيعة هذه القطع الأثرية التي تتحدث عنها، ما الذي تم اكتشافه؟ ما إلى ما يقودنا كل هذا؟ ما يمكن الحديث عنه هو أنه يمكننا أن نتعرف على تاريخ المغرب. المعرض يستحضر 3 مسارات من تاريخ المغرب، من الحضارة الأشورية إلى القرن 19، أيضا مختلف الحضارات ما قبل التاريخ، وأيضا الحضارة أو المرحلة الانتقالية وهي ما بين نهاية الفترة الرومانية وظهور الإسلام. هنا لهذه القطع الأثرية من قطع رخامية ذهبية وبرونزية وكذلك عناصر معمارية تتحدث عن التاريخ وتحكي ما يعني كيف كان الإنسان قديما في المغرب. أريد أيضا الإشارة إلى أنه هناك معرض خاص أيضا بالمرحلة الإسلامية في المغرب، يعني الأدارسة، المرابطين، الموحدين وأيضا العلويين، القطع النقدية تجسد لهذه المرحلة. يعني هذا كل يساهم في التعرف على تاريخ الإنسان وتطور الحضارة بالنسبة للإنسان. نعم، وأنا أشكرك جزيل الشكر للمشاركة معنا من الرباط، نسيم حداد، الباحث في التراث المغربي.